السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من طريق جدة جازان السريع. راح ناخذ جولة سياحية لمدة يوم أو يومين في منطقة جازان، وراح تكون جولة وتغطية مختلفة، فخلوكم معنا في هذه الجولة ونستمتع بالأجواء والجولة السياحية المختلفة إلى جازان. طبعا ما شاء الله هذا طريق جدة جازان السريع، وهذه جبال الشفا الطائف، وبعدها مدينة مكة جازان. طيب ما شاء الله من أحد الطرق السريعة جيت على هذا الكشك يبيع شاي وجمر، شكله يجي العصر، لكن جيت هذا المكان في حطب، شكله يولع العصر لين صلاة الفجر وهذه جلسته. المهم جيت افطرت أنا هنا وجيت حطيت للطيور موية، لكن شكل العلبة مفقوعة، شوف يلا مفقوعة، ما أدري وين تصب. بغينا نكسب أجر لكن إيش نسوي في الطيور اللي هنا، ولا مكان جميل. طيب قصيت هذه العلبة وحطها هنا ونصب الموية هذه فيها، شوفوا لها راحت الموية. حطها للطيور هنا تشرب، وهذه الله مشكلة خلاص تجلس هنا، خلاص تكفيهم هذه، الله يكتب لنا ولكم الأجر. يلا نلتقي في جيزان إن شاء الله. وأنا اليوم في منطقة جازان وتحديدا في مدينة جيزان، هنا الجبل وهنا السهل وهنا الشاطئ وهنا الجزر. ومنطقة جازان أحد المناطق البكر واللي لها عدة مكونات، منها السياحية التجارية الصناعية وكذلك الزراعية على كامل شاطئ مدينة جيزان. شوف الجامعة هنا قدامي، شوفوا هذا هذه الواجهة البحرية تمتد إلى الجامعة، شوفوا مسافة بعيدة تقريبا 10 إلى 20 كيلو حتى تصل للجامعة، وبهذا الشكل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شاطئ جيزان من أجمل الشواطئ على واجهة البحر الأحمر ما شاء الله، شوفوا السفن. ما شاء الله جينا على سوق الخضار، وهذه أحد المنتجات المحلية، الموز البلدي ما شاء الله، شوفوا الحبة حقتها كيف كبيرة وعسلية. أنا راح أخذت واحدة وراح أجربها إن شاء الله وراح أوريكم، ما شاء الله شوفوا الحبة كيف، هذا الموز البلدي، وهذه نسميها الوغيرة أو قشد، لكن عليها طعم ولذاذة فخمة ما شاء الله. جيزان متميزين بالبامية، حبة نظيفة وجميلة. وهذا الباباي ما شاء الله بلدي أحمر جميل، والله هذه أول مرة أشوف ما أدري إيش. وهذه السلع، هذه يسمونها إدام، يسوونها إدام. طيب وهذه أحد الإطلالات الجميلة من أحد الفنادق المميزة في مدينة جيزان، وتقريبا حنا في السنتر أو في قلب مدينة جيزان. شوف ما شاء الله أجواء عصرية جميلة، أجواء شتوية جميلة مميزة خصوصا على الساحل الغربي ما شاء الله، ابتداء من مدينة جيزان إلى القنفذة أو إلى مكة، ما شاء الله أجواء دافية شتوية جميلة، والجميع من جبال الصروات وأغلب مدن المملكة يقصد هذه المدن الساحلية مثل مدينة جيزان، مدينة جدة، القنفذة، الليث. وما شاء الله بعد ما استمتعنا بأجواء جازان
الآن نغادر وأنا في أحد المحطات على الطريق الدولي باتجاه جدة. وجيت أخذت لي برنيز قهوة، استمتع فيها في الطريق. يا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كل هذه صبخة موية، كان هذا مليان موية، وشوفوا المسطحات الخضراء، الأجواء الجميلة، براد، هواء عليل، منطقة شتوية جميلة. شوفوا ما شاء الله الشجر هذا، ما شاء الله ريحته جميلة والله. هذه ما أدري أخف كلب ولا ما أدري إيش. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا على طريق جيزان مكة السريع، هذا الطريق السريع، الناس مسافرين واغلبهم يجون يستمتعون بهذه الاجواء. اي والله ما شاء الله مكان جميل. شوفوا كل هذا الزرع من هذه النبتة، لكن ما شاء الله ريحتها جميلة والله، تستمتع في هذه الأماكن، جلسة شتوية جميلة ما شاء الله تبارك الله. ربيع ربيع، الدنيا مربعة ما شاء الله. شوفوا مع الجبال، شوفوا مع الجبال، شوفوا سبحان الله، هذه أحد الأغصان من هذه الشجرة، من شجرة الدوم، لكن شوفوا شكلها كيف، يعني لو لا يشوفوا الشكل كيف. ما شاء الله طريق سريع، وهذا الجمال اللي تشوفه على كامل هذا المسار من جيزان وحتى توصل جدة بنفس هذه، ما شاء الله كلها هذه المنطقة جت عليها أمطار وخير ونعمة وبركة. وشوفوا السحاب الآن خارجة من البحر وعلى هذه الجبال، مسافرين على مكة ومدينة البرك، أحد الروافد السياحية، وشاطئها يعتبر من الشواطئ الجميلة. الآن حنا في الظهرية، أعداد بسيطة، لكن بعد الظهر بعد العصر نشوف أعداد كبيرة في هذا المكان. من جيزان إلى مكة تحصل مثل هذه الأماكن الشعبية، جلسات شعبية، يبيعون سمك ويسوون لك سمك بالميفة، خبز، دخن، بور، ذرة، ما شاء الله. شوف هذه الجلسات الجميلة، وتجي تستريح في هذه الجلسة الجميلة حتى يوصل طلبة. أخذنا سمك وخبز وشاي على الجمر، ما شاء الله. تجي تختار السمك من هنا، البياض، الشعور، ويحطونه لك في الميفة ويبهرونه بشكل جميل ومميز، وطازج من البحر على الفرن. وكل هذه الكشكات كلها تبيع سمك، سمك طازج. أهم شيء نجي عند براريد الشاي، ها شاي على الجمر، يا سلام ما شاء الله. ها وبعد ما تجي تاخذ طلبك من السمك تجي على هذا الميفة، يولعون الحطب والجمر ويحطون لك السمك هنا، السمك والخبز. ها شوفوا خلاص هذا جاهز، يحطون فيه السمك والخبز. بعد ما ينظفونه ويجهزونه ويبهرونه نجي نحطه في الفرن. وهنا خبز الخمير وهنا خبز الدقيق، خلاص ينظف الآن ويجهزه علشان يحط السمك فيه. ونجي على هذه الجلسات الجميلة، تستمتع في أي جلسة من هذه ما شاء الله. خلاص نظف الآن، يحط السمك، خلاص جبنا السمك
حريق سمك حريق حريق حريق. خلاص نقفل الآن، ننتظر ربع ساعة ثلث ساعة وهو جاهز. نجي نجلس مع الشباب هذولا في هذه الجلسات ونستمتع بوجبة جميلة لذيذة في هذا المكان الجميل. شوف على كامل هذا المكان جلسات جميلة. وفي نهاية جولتنا أنا في ميقات يلملم، أحد المواقيت الخمسة. هذه الكشكات يبيعون الإحرامات ومستلزمات الحج والعمرة، ونشوف بعض الزوار يتسوقون ويتبضعون ويأخذون تجهيزاتهم للعمرة، الإحرامات من الأحزمة، يأخذون تجهيزاتهم من الأحذية، وبعد ما يأخذون تجهيزاتهم من هنا يدخلون على الجامع. جامع كبير نظيف جميل ومخصص ل النساء والرجال. نشوف ازدحام كبير في هذا الميقات، وخصوصا مواسم الاجازات وموسم رمضان والحج. مسجد ميقات يلملم، وتجي على دورات المياه هذه المواضي بشكل جميل، وفي دورات مياه في الجهة المقابلة. ساحات الجامع، ما شاء الله مدخل الجامع، لكن ما شاء الله جميل ومميز. بسم الله. خلاص يبدأون ينون بالعمرة ويلبون ويتجهون إلى مكة. بعد ما يغتسلون ويلبسون إحراماتهم يدخلون يصلون ركعتين وينون بالعمرة ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدها ينون بالعمرة، لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وما شاء الله في هذه الأجواء الجميلة نشوف المعتمرين متجهين إلى مكة في أجواء جميلة ومميزة. هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. مكة كلها حرم، جميع بطاحها اشتملت على خير لمن قدموا، فأنا سرت تدركها وذاك الفضل والكرم. مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. تضاعف هاهنا الصلوات والبشرى لمن غنموا، وذلك من أمام البيت حتى الحد.